بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف هذا اليوم أمام هذان الروضتان، ننعبد هذان الشهيدان ونبارك إلى أهاليهم ما نالوه من عزة وكرامة، ما نالوا هذان الشهيدان عند ربهم، وما نال أهاليهم من كرامة ومكانة لدى الناس من هذا الاستشهاد. نحن عندما نجلس أمام رياض الشهداء نعبنهم لنكون أو نقدم ما يقدم هذا الوطن من أجل أن ينال حقوقه العادلة الذي أقرها له رب العالمين قبل أن تقرر له القوانين الوضعية. نبارك لأهاليهم هذا الاستشهاد، ودائما كنا كحقوقيين أو كمراصد حقوقية نطالب بالقصاص ممن نستطيع أن نلتمس شهادتهم أو تكون هذه الشهادة معروفة مستهداة. أما عندما يكون حادث غامض فدائما نطالب بلجان تحقيق مستقلة لتبين هذه الحوادث، ومن ضمنهم هذان الشهيدان طالبنا ولا زلنا نطالب بلجان تحقيق في أمرهم. هناك شهداء كثار طالبنا ولا زلنا نطالب بلجان تحقيق، ولكن لم نرى أذان صاغيه. نحن هنا نتضامن مع عائلتهم، نتضامن مع عائلتهم في المطالبة بلجان الكشف عن كيفية استشهاد أذان الشهيدان، ونجدد هذه المطالبة بذكرى استشهادهم، ونبارك لأهليهم هذا الاستشهاد. لا أريد أن أطيل عليكم، بل أتينا هنا نتضامن معهم ونطالب بالكشف عن مصير التحقيق في هذا الأمر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.